مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بسكوت بثلاث مكونات فقط. عنا كوبين طحين، 3/4 الكوب زبدة بحرارة الغرفة، ونص كوب سكر ناعم منيح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الزبدة بالجات، بخفق الزبدة على سرعة خفيفة. بصرت الزبدة بهيدا الشكل. هلا منحط السكر فوق الزبدة. بسم الله. بخفق على سرعة عالية. خلصنا خفق الزبدة والسكر. هلا بحط شوي شوي طحين. وبخلطهم بهيدا الشكل. من الأفضل نعجن بالإيد. بحط شوي شوي طحين وبعجن بالإيد. حطينا طحين الباقي كمان بعجون. انتهينا من العجن. بحط على جنب. بعد ما خلصنا عجن، هلا عندي ورقة زبدة برش عليها سكر. مدن بهيدا الشكل. عمل العجينة بهيدي الطريقة. بهيدا الشكل. هلا بلفها بورقة الزبدة. كمان بلفها برجع بالنايلو بالكليم فيل لتاخد الشكل المطلوب. بصرت بهيدا الشكل. هلا بحطها بالفريزة. هيدي العجينة بعد ما حطيتها بالفريزة حوالي نص ساعة. هلا بدنا نقطعها مع بعض. بقطعها بهيدا الشكل. هلا بعد ما قطعتهم بهيدا الشكل بحطهم على ورق الزبدة. بعد ما حطيتهم على ورق الزبدة، هلا بدخلهم على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 250. هيدا البسكوت اخذ بالفرن حوالي 15 دقيقة. هيدا البسكوت اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.